إذا للوقوف عند وضع التعليم في العراق تزامناً مع احتفال العالم باليوم العالمي للتعليم، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن الأكاديمية المتخصصة في التعليم الدكتورة رولا الآلوسي. دكتورة مرحباً بكم. العالم يحتفل اليوم بيوم التعليم مع التسليم بأن المنظومة التعليمية تتمثل بثلاث ركائز أساسية هي المعلم والمنهج والمتعلم. كيف تقيمينه بعد الاحتلال؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. الركائز الثلاثة اللي ذكرتها حضرتك هي فعلا أضعف ما موجود حاليا في النظام التعليمي العراقي، سواء كان المناهج المتدنية من ناحية الجودة، وكذلك الطلبة اللي هم يعني ما يصير عندهم يعني الإمكانية المادية للاستمرارية في التعليم، وكذلك مستوى المعلمين والأساتذة، سواء كان يعني أكيد التعميم يكون لا يصح أحيانا، لكن الوضع الحالي والراهن في العراق بالنسبة لنظام التعليم الأساتذة يفتقرون إلى تدريب وتطوير الخبرات، وهذا الشيء يعني للأسف فد وضع جدا مزري ومؤسف، نظرا أنه العراق كان من أقوى الدول العربية في المنطقة بالتعليم. دكتورة رولا، قطاع التعليم في العراق يعني يشهد حالة غير مسبوقة من التدني. إذا ما أخذنا العنوان العريض لموضوع التعليم، ما الذي أوصل التعليم إلى حالة الانهيار والفشل؟ ما سبب في ذلك؟ هي أمور كثيرة ساهمت في هذا الانهيار، يعني هو كان عبر عدة يعني حقب زمنية، ابتدأت من فترة الحصار الاقتصادي على العراق، وبدأ من ذيك المرحلة أو من تلك الفترة بدأ النظام التعليم بالانهيار، أو يعني انحطت أساسيات التدمير لنظام التعليم العراقي، وبعدين تلاها الحروب والاحتلال إلى آخره، إلى أن وصل مرحلة نظام التعليم في العراق أصبح في مرحلة الأنقاض، يعني هي لم تعد مرحلة ممنهجة لتدمير نظام التعليم، لأن هسه حاليا إحنا وصلنا أو نظام التعليم العراقي وصل مرحلة الانهيار التام. إذا ما فتحنا مصطلح في نافذة القدرة، بحسب منظمة اليونيسف فإن 4.5 مليون طفل عراقي يعانون الحرمان من خدمات التعليم والصحة، ولكن نحن هنا نناقش موضوع التعليم. دكتورة، هل المنظومة التعليمية مؤهلة لوقف هذا الانهيار؟ حاليا لا، لانه يعني اكيد هو الدور مهم بالنسبه لل يعني الدوله او الحكومه هي المسؤوله عن تطوير نظام التعليم او مساعده على دماره، فيعني القضيه ترهم في it works both ways مثل ما يقولون، تمشي باتجاهين، يا اما ينقذوا يا اما يستمرون في تلف اكثر مما هو تلفان، لكن يعني الوضع مزري إلى درجة أنه حتى ما في مجال لاستمرارية الأطفال أو حتى الشبيبة في الدراسة. اليونيسف يعني عفوا عندهم برنامج العودة إلى التعليم، وهذا من ضمن هذا النظام استخدمته بريطانيا في بداية التسعينات، واليونيسف بدأت تستخدم هذا النظام في العراق بالتعاون مع ألمانيا وكندا، لكن للأسف الشديد يعني حتى مسألة الجهات الإنسانية أو الهيئات اللي هي تهدف إلى حماية حقوق الطفل وحقوق الإنسان بيه نوع من الانحياز نوعا ما، فمثلا التركيز ده يكون في مناطق معينة من العراق في إدخال الطلاب أو التركيز عليهم في مناطق معينة، مثلا عندك الجنوب تقريبا 55% من الشبيبة هم خارج المدارس، بينما في المناطق اللي تركز عليها اليونيسف اللي هي مناطق الشمالية 29% فقط من نسبة الأطفال في العراق هم خارج نظام التعليم في للمراحل المتوسطة والثانوية، فمثل ما تشوف عندك مثلا النجف، البصرة، محافظة المثنى، هاي من المحافظات اللي يعني ده تفتقر لاهتمام اليونيسف، فلهذا مثل ما ذكرت انه حتى الجهات اللي هي
مسؤولة عن حماية الطفل وحماية التعليم، وتنشر يعني معلومات بهدف المساعدة للنظام التعليم العراقي، هم بها نوع من الانحياز. دكتورة، على ذكر الطلاب الذين هم خارج المدارس وأنت تفضلت في ذلك، ولكن دعينا نتوقف هنا في هذه الجزئية الخاصة. متابعون للشأن العراقي ومتخصصون في التعليم يرون أن الظروف الاقتصادية لعبت دورا في تدني مستوى التعليم في العراق، وهنا الحديث عن تسرب التلاميذ من التعليم وذلك من أجل العمل وإعالة عوائلهم، هل تتفقين مع ذلك؟ أكيد طبعا 100%، لانه يعني العوائل يعني تفضل انه بسبب الفقر وبسبب الضغوط الاقتصاديه، او مثلا بعض العوائل فقدت المعيل الرئيسي للاسره، فلهذا يعني تفضل انه تبعث الطفل اللي يمكن يعني عمره 10 سنوات او اقل للشغل حتى يجيب دخل للعائله، فيضطر هذا الطفل او تضطر العائله انه تطلع الطفل من المدرسه او تمنعه من الاستمرارية بالتعليم، وهذا أكيد طبعا بسبب الظروف الاقتصادية. وهذا يعني هاي نقطة جدا مهمة، لأنه برنامج العودة إلى التعليم اللي اليونيسف تركز عليه مثل ما ذكرت بالفقرة نعم. السابقة، نعم. أنه ما تركز على العوائل اللي هي الفقيرة. يعني مثلا عندك من العوائل المتمكنة أو اللي هي الطبقة الوسطى أو الفوق الوسطى، فقط 6% من هذه العوائل هم أطفالهم خارج المدرسة، بينما 38% من العوائل الفقيرة. يعني النظام اللي بدها تمشي عليه اليونيسف ما تركز على العوائل اللي هي الغير متمكنه، بحيث يعني دي يكونون مع هذا بالرغم من ظروفهم الاقتصاديه هم يدعموهم ماديا. فالاجابه المباشره على سؤال حضرتك انه هل الظروف الاقتصاديه تاثر؟ طبعا 100%، وبالاضافه الى انه لا تنسى شغله مهمه جدا، انه العراق صار له سنين يعني يتعامل مع هذه حاله الدمار الى اخره، فكثير من ما هم الاهالي كثير من عندهم هم افتقروا للتعليم، فهذا هم ممكن يكون سبب كبير في انه الاهالي ما يدركون، او بعض هذه الاسر ما يدركون اهميه التعليم. طيب دكتوره، تردي الوضع التعليمي، من المستفيد من ذلك؟ هذا سؤال يعني جدا صعب. نعم. من المستفيد هو نفس الجهة اللي هي بدأت في منهجية دمار التعليم في العراق. طيب دكتورة، سؤالي الأخير، هل أنت من المؤيدين؟ نعم، هل أنت من المؤيدين في موضوع افتتاح مدارس أهلية؟ هل تساعد في إنجاح النظام التعليمي في العراق؟ إلى حد ما طبعاً بالتأكيد. عندك مثلاً أعطيك نموذج من المدارس الأهلية الممتازة والمميزة في العراق، هي مثلاً في مدينة الموصل من المدارس الممتازة، هي مدرسة أو مجموعة مدارس الأوائل، وهذه اعتمدت من الجهة البريطانية أو الحكومة البريطانية على أنها من المدارس البريطانية المعتمدة، لكن هي توفر بالإضافة إلى المنهاج البريطاني توفر المنهاج العراقي. لكن هذه كانت بجهود العوائل، يعني بالمناطق المتضررة جدا صعب انه تشوف الحكومة تلعب دور في دعم هكذا مدارس بالنسبة للمدارس الأهلية. فكثير من طبعا مرة ثانية انه التعميم خطأ، لكن كثير من المدارس الأهلية يعني للأسف هي اصبحت كبزنس، يعني مسألة استثمارية لا اكثر، لكن المفروض الحكومة تلعب دورها في التركيز على هذه المدارس وضمان انه الطفل اللي داخل في المدرسه الاهليه يعني يكون ده يحصل على تعليم. نعم. بجوده عاليه، مو مجرد انه مساله ماديه، لكن نعم دكتوره، هي لازم الاولويه تكون للمدارس الحكوميه اللي تفتقر الى اساسيات التعليم، سواء كانت منهاج او المناهج الدراسيه او حتى تطوير الكوادر التدريسيه. عبر سكاي من لندن الاكاديميه المتخصصه في التعليم الدكتوره رولا الالوسي، شكرا جزيلا لكم.